اللجنة الصحية المتضمن سلامة حج هذا العام 1438 2017 الميلادي وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية. سأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.